أنا حريص على أولادي أنهم يصلون في الوقت، ويوميا أذكرهم، وأغلب صلاتهم يجمعون الصلوات بسبب النوم. الله أعلم هم يصلون أو لا، أو أنهم يصلون مجاملة لي، ما أدري. وهل علي ذنب إذا لم يكونوا يصلون ويجمعون الصلاة؟ وماذا أفعل بهذه الحالة؟ قل بغض النظر الصلاة، يعني السائل رجل أو امرأة، لكن على كل حال تذكرهم دائما بالصلاة، تدعو لهم في ظهر الغيب أن الله يصلحهم ويجعلهم من المقيمين الصلاة، و يعني تناصحهم بين فترة وأخرى. والهادي الله سبحانه وتعالى، ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى.